شكرا لكل انكم اليوم معنا انتو، بشرفنا عن جد. حن بس لحظة شربل لحظتين لكن شربل روق شوي، يلا اوكي، نحن بعتقد حنكون لايف بعد لحظات، فميرسي كثير لانكم معنا. أهلا وسهلا فيكم بأول حلقة حوار مباشر مع الشباب مشاركين ناشطين بالمجتمع بلبنان. الشباب شرفونا بحضوركم معنا اليوم. لكل اللي عم يتابعونا لايف، الهدف تكون الجلسة جلسة نقاش وحوار، فبليز حابين ناخد كل الأسئلة اللي حتطرحوها كومنت على الفيسبوك، فبليز ما تدخلوا علينا بالأسئلة تبعتكم. شباب هون، مروة، جميلة، أحمد ومحمد كتبوا دراسة حلول لمشكلة الأمن الغذائي بلبنان. معي بهيدي الجلسة بتعدي بإدارتها الدكتور مازن. صبايا وشباب، ممكن تعرفونا على حالكم؟ مروة. بونسوار، معكم مروه صلاحي، دارسه ماستر بانكينج اند فاينانس باليو ال اف، وانا من جمعيه حجر وبشر. محمد. مرحبا، انا بتشكر حضوركم اليوم. اسمي محمد حمود، خلفيتي بالشؤون الدوليه والديمقراطيه بالشرق الاوسط، ناشط ب 17 تشرين، الشيء اللي اعطاني محفز اكبر انه يكون عم بشتغل على شيء نحن فينا نغيره بلبنان، يلي هو موضوع كثير حساس، الامن الغذائي يلي حضرناه انا واصحابي من خلال اللمس. رح نكون كثير سعيدين اني جاوب على كل اسئلتكم. يسعد مساكم جميع. احمد البستاني من ببنين عكار، بدرس ماده التاريخ بثانويه ببنين الرسميه. انا معارض وسائر من ايام الجامعه اللبنانيه بال 97 لليوم، مش بس من 17 تشرين، حتى ما يقولوا ثورة 17 تشرين وليدة كذا، وشاركنا مع الشباب، ومبسوط انه هنكون نحن وياكم سوا مع أكاديمية ليمس حتى نحاول نعمل شيء او نقترح شيء بدراسات عام نتشارك فيها لحتى نحاول نلاقي حل للأزمة عندنا بلبنان. اوكي، جميلة. أنا جميلة. انا جميلة خضر، ماستر حقوق من الجامعة اللبنانية، بشتغل بعدة جمعيات حقوقية، بتعنى أكتر شيء بحقوق الإنسان. الوضع الاقتصادي السيء اللي نحن فيه بلبنان دفعني أني أعمل بحث جدي عن الأمن الغذائي، وأني أحاول قد ما في مع لمس لاقي حل لموضوع الساعة. والمعاناة اللي نحن عم نعاني فيها حالياً هي معاناة الأمن الغذائي وكيفية الحصول على الغذاء بظل الوضع المعيشي الاقتصادي السيء. كرمال هيك أنا هون تقلكن شو لقيت حل للأمن الغذائي، وإن شاء الله منتشارك نحن وياكم كل حد. ميرسي كتير كتير زميلة. مثل ما قالوا الشباب، هيدا الحديث بيستضيفه لمس، المعهد اللبناني لدراسات السوق. فيكن تلحقوا لمس، فولو لمس على الفيسبوك .com/LIMSLB لمس LB. نحن عم نعطي الصوت للشباب حتى يعبروا عن آرائهم ويخبرونا عن الدراسة اللي نشروها، ويشاركونا بنشاطاتهم كمان، وحتى كمان ناخد كل الأسئلة اللي حتجينا إن شاء الله على الفيسبوك، حتى نقدر يعني تكون انتراكتيف الجلسة. أنا بتمنى على الكل يركزوا الحديث على لب الموضوع اللي هو الأمن الغذائي، فرجاء ما نطلع نتحشى حكي السياسي اليوم، خلينا نركز على المشاكل اللي كثير العالم يعني عم يتعذبوا منها، اللي هي موضوع المعيشة والغلاء وكل هالأمور. لكل المشاهدين، لكن مثل ما قلت، بليز 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 بعثوا لنا كومنت، ما فيني شدد عن هالموضوع أكثر.
فشو بعد؟ بعد لكم انه حنحاول نحكي نحاول ما نحكي مع بعض حتى نوصل الافكار بشكل مفهوم للكل. تعرفوا نحن على الفيديو ستريم فحيكون كتير في تقطيش من الانترنت وهيك اشياء، فبدلكم نحاول نوصل صوتنا، هيدا مش تلفزيون، نحن على الفيسبوك. وبليز ما نحكي مع بعض كمان، ما نقطش بعض ونحكي على مهلنا. طيب منبلش مع مروة، إذا بدك تبلشي تشرحي لنا شو التعريف ونكفي بعدك، بعدين حتسلمي بعدك لمحمد. مروة تفضلي. أول شيء أنا حابة أعرف بين الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، في فرق كتير كبير بين التنتين. الأمن الغذائي هو إنه الدولة بتأمن الغذاء لشعبها على مدة طويل، يعني الشعب ما بيعطى الهم إنه عنده نقص بالغذاء. أما الاكتفاء الذاتي فهي الدولة اللي بتصنع غذائها بالمواد الأولية من دون أي تبعية اقتصادية لأي دولة. فأنا هون بدي أحكي إنه عنا بلبنان ما عنا مشكلة أمن غذائي، نحن عنا مشكلة بالقدرة الشرائية هذا الغذاء. يعني بننزل على السوبر ماركت بنلاقي في أكل، بس نحن مش قادرين نحن نشتري. هيدا الشيء سببه ارتفاع سعر الدولار أول شيء، وعنده أسباب تانية. أول شيء ارتفاع سعر الدولار، نحن إذا بنطلع بنقارن بس بين 17 بين تشرين الأول 2019 وتشرين الأول 2020، الدولار كان عم يلعب بال 1570 وال 1600، وصل بال 2020 تشرين الأول ل 8350 ليرة. فهيدا الشيء أدى إلى تضخم كتير كبير داخل الدولة، وأدى نسبة التضخم أصبحت 112 تقريبا نسبيا مقارنه مع السنين الماضيه. بالمقابل اذا بنطلع سبب، يعني اذا عرفنا انه في تضخم ما بدنا نعرف شو اللي تضخم بهيدا، المشروبات والمأكولات غليت بنسبه 336%، الاكل والمسكن والكهرباء والماي والوقود والغاز وكل هودي القصص، البنزين غليت نسبه 11.6%، والخدمات غليت 473%. يعني كل سيرفيس او برودوي غلي اكثر من ثلاث اربع اضعاف المره. فهي مشكله كثير كبيره. اون بلس عندنا مشكله الانفجار بيروت، وعندنا مشكله الامن، وعندنا مشكله عدم سداد الدين، أدت إلى زيادة هذا التضخم، وبطل زيادة نسبة البطالة، لأنه ما بقى عندنا مستثمرين يجي يستثمروا بلبنان، ما بقى حدا عنده يوثق يجي يستثمر بلبنان. فأدت نسبة البطالة إلى ارتفاع نسبة الفقر، ونسبة الفقر كانت تقريبا 28% بالمقارنة ما قبل التشرين الأول 2019، صارت 55%. يعني كان عندنا 1,000,000 مواطن تحت خط الفقر، و1,300,000 على خط الفقر اللي هن يا دوب قادرين يأمنوا أكل عيشهم، صار 55%. وكمان هيدا الشيء احتباس أموال المودعين، وعدم ما يعطون مصرياتهم، فكمان راحت من عدم الطبقة الوسطى اللي هي كان عندها شوية مصاري تقدر تعيش فيهم. فهيدا مشكلة كتير كبيرة، نحن سبب الأزمة الغذاء بلبنان. نحن ما عنا أزمة، بس عنا نحن نقص بالمادة، نقص بالمصاري تنقدر نحن نشتري هيدا الأكل. محمد. شكرا مروة، معلومات كثير مهمة. بدي ارجع اشدد على موضوع كثير مهم مروة قالته بقصة الامن الغذائي، يلي نحن اذا هلا نزلنا على السوق او نزلنا على السوبر ماركت او اي بضاعة بدنا نشتريها او اي برودكت هو موجود بالسوق، فكل المشكلة لنختصرها هي بقدرتنا الشرائية، يلي هو تدهور الليرة اللبنانية، يلي وصل لاضعاف حجمها من سنة لليوم، من اكثر من سنة تقريبا. فهي خزينة الدولة هلأ بعجز ما مر بتاريخ لبنان حرفياً. هيدا الشيء شجع الدولة على الاستدانة من الخارج، اللي هي بصلا سنين عم تعمل هذا الموضوع، وبس ما قدرت ترد الدين للخارج لجأت لأموال المودعين، يلي هيدا المصاري بخرت، يلي من اللي هي أكثرياً الدولار الأمريكي بسبب الهندسات والسياسات يلي الفاشلة اللي ارتكبوها على مر السنين. حل الدولة، رح ضل شدد على كلمة الدولة هون، لأنه رح نوصل نحن، لأنه هي الدولة والتدخل الدولي هو أساس المشكلة بالاقتصاد اللبناني. رح تشوفوا كل شوية عم بقول الدولة،
حل الدولي بيشكل عبء كثير كبير على الخزينه اللي هو كان عباره عن طبع تريليونز للدولارات عفوا للليره اللبنانيه ونشرها بالسوق اللي ادى الى تضخم ونشرها بالسوق. تدخل الدولة على تحديد سعر الصرف ظنا منا انه لتحسين القدرة الشرائية ادى الى فقدان السلع من السوق، لانه صار في عنا المصرف الصرف المصرف المركزي، السوق السوداء، اللونز اللي هلا عم يجوا صار في عنا اكثر من صرف. هذا الشيء ادى الى فقدان البضاعة من السوق ونشرها بالسوق السوداء ليقدروا التجار يبيعوها بسعرها الحقيقي. أجان الدولة والقيود اللي فرضتها على الاستيراد والتصدير لعبت دور كتير سلبي على الاقتصاد، منهم رفع الجمرك، الاستنسابية والاحتكار لبعض البضائع، لكثير البضائع اللي بتفوت على لبنان، الاستنسابية للتجار يلي مين فيه يستعمل مسؤوليات المصرف للدعم للبضاعة، والدعم هو يلي شكل عبء كتير كبير على فقدان العملة اللبنانية لقيمتها وأدى إلى تهريب هيدي البضاعة. أهم قطاعين يلي هنو كانوا أهم شيء مدخول للبنان من الدولارات هن قطاع الاستثمارات وقطاع السياحة يلي هن هلأ تقريباً شبه متوقفين بسبب الأوضاع الأمنية وغياب سيطرة الدولة على أراضي. وآخر موضوع يلي هو كمان تدفق كتير كبير للدولارات على لبنان هن مدخرات اللبنانيين المغتربين يلي كمان هذا الشيء وقف من بعد تشرين 2019 بسبب فقدان المغتربين لثقة بالمصارف اللبنانية. شددت كثير على كلمة الدولة. ليش؟ لأنه إذا نطلع على خلينا نشوف لك لمحة صغيرة على القطاع المال مين بيملكوا بلبنان، من الكهرباء، من البنى التحتية، من المطارات، من المرافق، كله تقريبا إذا مش الدولة حاطة إيد عليه هن رجاليات الدولة. يعني أي خضة سياسية من خلال السياسيين بقلب الدولة انخض الاقتصاد، انفقدت الثقة بالاقتصاد. أوكي، رح خلي أحمد يخبركم عن الحلول اللي جربت تقترحها الدولة لنرجع آخر شيء نختم بالحلول اللي نحن كتبناها بالورقة تبعنا مع جليلة. أحمد؟ يعطيك العافية ومساء الخير. بالنسبة للحلول المقترحة على الدولة أو اللي حاولت نفذها موضوع الأمن الغذائي ما بتزبط بظل سلطة فاسدة. مثلاً إنشاء السدود لتنظيم ري الأراضي وزيادة المساحات المزروعة ما بينجح عنا بلبنان، لأنه السدود بتنشأ طائفية وبأماكن ما لازمة بدون خبرات وبدون دراسة للموقع، مثل سد المسيلحة وسد بسري. دعم الزراعة، بيدعموا الزراعة بشكل أنه بياخدوا أو بياخدوا الدعم هني المزارعين الكبار أو حيطان الزراعة، والمزارع الفقير شو بياخد؟ جزء بسيط، أو المزارع في منه مجرد عامل فما بتنجح. بيقول لك بدنا نحمي الصناعة، نحن بيرفعوا الرسوم على المنتجات المستوردة، فهون بيصير في احتكار للمنتجات الصناعية بلبنان. انت لما بدك تفيد الشعب انت بتشيل الرسوم وبيصير في منافسة وهيك بيستفيد الشعب، لانه اصحاب المصانع بلبنان هن النافذين بالدولة وبيتحكموا بالسعر. دعم المواد الغذائية، طيب دعم المواد الغذائية نحن شفناه التجار بيخبوا قسم كبير منه وبيبيعوا سوق سوداء، وقسم صغير من المدعوم بيبيعوا هون، والقسم الأكبر والضخم بيتهرب على الدول المجاورة. بالنسبة لوضع التلزيمات، من مقاول لمقاول أصغر لمقاول أصغر حتى توصل منتوفة، بينفذوا المشروع ما بقى في شيء خالص بدون مواصفات بيرجع بينهدم بعدين، لأنه التلزيمات الكبيرة بياخدوها أصحاب يعني أصحاب السياسيين وأزلمون، فمشان هيك بتكون فاشلة بدون دراسات وبدون دفتر شروط وبدون منقصة. سياسة كسرة التواقيع والبرمي الكبير بيذكرونا بمسلسل مدير عام والفساد، لحتى لي بدك تنشئ مؤسسة أو مصنع أو شيء بلبنان، هذا خلى المستثمرين اللي بدهم يجوا على لبنان يطفشوا يدوروا على دولة التوقيع وإنشاء المؤسسة و يعني الأوراق تكون أسهل، فحتى اللي مستثمرين بلبنان طفشوا مثلا على تركيا وعلى غيره. عدم وجود دراسات ووزارة تخطيط والتوظيف الطائفي، لأنه التوظيف منع الكفاءة، هذا كمان بيدمر المؤسسات اللي هي مثل مؤسسة كهرباء لبنان وغيرها. يعني الدعم بيكون عبر دفع، يعني الحلول اللي لازم تكون
الدفع بيكون الدعم بيكون عبر دفع مبالغ للمحتاجين او العاطلين عن العمل فقط اللبنانيين، لان الدعم اللي عملته الدوله عم ياخده التاجر وعم يتهرب لبرا وعم ياكل منه بلبنان. الغريب والعامل الغريب مش بس الشعب اللبناني، القاطنين في لبنان. الحياد والابتعاد عن سياسه الصراعات لا ايران ولا السعوديه ولا غيرها، هذه منا وطنيه، صراع المحاور نتدخل فيه، فبتهرب الاستثمارات من هون، والاهم بينعدم الامن حتى ما بيعود حدا بيجي لعنا، واللي عنا كمان بيفله. جعل لبنان سوق حرة، كل الأراضي اللبنانية تكون سوق حرة، بهذا بيأمن فرص عمل للشباب وفرص للشركات تعمل خدمات. نحن قلنا قبل أنه الدليل سنغافورة، فمثلا قطر ما بتزرع ولا بتصنع وهي فيها مدخول الفرد الأعلى بالشرق الأوسط. سنغافورة اعتمدت على الخدمات، ما عندها أراضي زراعية أمن غذائي لأن ألغت الرسوم. السودان عنده مساحات شاسعة. أحمد هل عم تسمعني؟ نسامعك. أي بس عم أتشك لأنه بعتقد الحلول كانت حتكون جميلة اللي عم تعرضهم. أما لا هول الحلول مقترحة ما بعرف. أوكي جميلة. بعد هول مش أوكي تفضل. بس في بقي أنه لبنان وسوريا والأردن والعراق هني دول حضارات ولازم وخدمات لازم يكون فيه السياحة فيه ميتة ومعدومة، انتقلت للدول الثانية الأكثر أمنا. يعطيك العافية، تفضلي ست جميلة. أوكي. أنا بدي أرجع الحل كيف بيكون. بدنا الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بحسب ما قالت مروة، بس بدي أطلب منكم إذا صار في عندي شوي مشاكل بالإنترنت تقولوا لي، إذا صار في شيء تستنى أوكي. الأمن الغذائي هو المواد الغذائية اللي لازم نحن نحصل عليها، يعني الأكل هي حاجة الشعب، أو هي إنه قدي الشعب قادر يأمن الطعام لإله. أما الاكتفاء الذاتي هو لما الدولة بيكون عندها اكتفاء ذاتي بمواردها الغذائية، ما بتكون بحاجة لاستيراد موارد غذائية من الخارج. هلأ بالنسبة للمثالين اللي عطاهم الأستاذ أحمد البستاني، مثل سنغافورة ومثل السودان. سنغافورة فقيرة بالأراضي الزراعية بس عندها أمن غذائي ممتاز، لأنه اشتغلت على قطاعين الصناعة والسياحة، قدرت تنمي حالها صناعياً وسياحياً. أما السودان فهي غنية بالأراضي الزراعية بس ما عندها أمن غذائي. كرمال هيك نحن علينا نلاقي الحل. الحل هو كيف نقدر نجيب مصاري، من وين بدنا نجيب مصاري تنقدر نشتري موارد غذائية. في عنا موارد غذائية بلبنان بس ما في قدرة شرائية على هذه الموارد. أوكي الحل بيكون بتحرير الاقتصاد. شو يعني تحرير الاقتصاد؟ تحرير الاقتصاد يعني تخفيف الضرائب والرسوم على الشركات الخاصة اللي بدها تستثمر بمناطقنا بلبنان، تستثمر اقتصاديا. فنحن لما منخفف ضرائب ورسوم عليها بصير فيهم يستثمروا بلا ما يكون عليهم عبء الضرائب والرسوم، بصير بشغله يد عاملة أكتر، بصير في عالم قادرة تشتري، قادرة تحصل على المال وقادرة تشتري. ثانياً في عنا الاحتكارات، يعني هي بلبنان أو بتكون القطاعات بإيد الدولة أو بتكون بإيد شركات خاصة محتكرتها، وحتى في بتمنع المنافسة لأنه شركات تانية تجي تنافسها والدولة بتعطيها امتياز هذا الاحتكار. فنحن كمان لازم نمنع الاحتكارات، فهو تحرير الاقتصاد، تخفيف الضرائب والرسوم ومنع الاحتكارات. بمعظم البلدان النامية تحرير الاقتصاد بيجلب أكثر الاستثمار وبيجيب استثمارات أجنبية، مما بيطور البلد اقتصادياً وبيشغل يد عاملة أكثر. بلبنان كيف بيكون تحرير الاقتصاد؟
مثل ما قلنا هو نزيح الاحتكارات، نشيل الاحتكارات للمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى أنه الدولة تسمح ما تكون كمان هي مستلمة بعض القطاعات، تحطها بإيد الشركات الخاصة وتخفف عنهم الضرائب والرسوم. آخر شيء، بس في نقطة أخيرة بدي أقولكم إياها، كمان بتحرير الاقتصاد بيساهم بأن المواطنين يقدروا بشغل يد عاملة أكثر، بيصير المواطنين مع المصاري دون حاجة إلى استصدار المزيد من العملة الورقية. نحن بهيدي الفترة الصعبة اللي عم نمر فيها صار في استصدار كتير للعملة الورقية الوطنية، يعني للليرة، مما ضعف قيمتها بشكل كبير قدام العملة الصعبة قدام الدولار. وشكراً. ميرسي كتير كتير زميلة، الطرح تبعولك كتير يعني بيسهل، بتخيل للمشاهد يفهم الفرق بين الحلول اللي بتقول احنا ما عندنا مشكلة بنلاقي أكل خلينا نروح نزرع على الأرض، وبين احنا عندنا مشكلة بالأكل بس مشكلتنا هي مش مشكلة حصار أجنبي على لبنان، ما حدا عم يمنع اللبناني إنه يستوردوا الأكل والموارد، المواد اللي عايزينها، اللي هو واقف بطريق اللبناني اللي عم بيهدد لهم أمن الغذائي هي مسألة الماديات العملة، يعني هن ما قادرين يدفعوا ثمن الأكل اللي حابين يشتروه من برا. فإذا السبب هو مش مشكلة حصار، هي اللي عم توصلي الفكرة مزبوط؟ 100%. نحن في عنا موارد غذائية ونحن ما بحاجة بعتقد للزراعة. كنا نكب البطاطا ما نلاقي تصريف لها، ما نلاقي ناس تشتري، كان يكبوا البطاطا، كانوا يكبوا التفاح، ما نلاقي تصريف لها. نحن عنا موارد غذائية إن كان زراعية أو حتى صناعية، عنا منتوجات، بس ما في قدرة للناس بخصوص بسبب هيدا الوضع الصعب، ما في قدرة للناس على شراء هذه الموارد. فهون مشكلة الأمن الغذائي، نلاقي حل للناس إنه يصير مع عمال تشتري. أما استصدار العملة الورقية، يعني الحل اللي لجأت له الدولة باستصدار العملة الورقية، عم بيزيد الأزمة سوءاً، عم تغلى الأسعار أكثر. العالم هلأ قاعدة أو بلا شغل بسبب أزمة كورونا أو بسبب الغلاء المعيشي، كتير شركات سكرت شركاتها وطردوا موظفينها، فالعالم قاعدة أو بلا شغل أو معاشاتهم صارت كتير قليلة، الأسعار صارت كتير غالية، واستصدار الليرة عم بيزيد من غلاء الأسعار، يعني عم بيزيد من المشكلة سوءاً، مش عم بيخففها. يعني هلأ أنا لو عطيتني مليون ليرة أو مليونين وصار كيلو الرز، هيدا الأكل الفقير، يعني رز ومعكرونة هو الأقل شيء بيأكلون الفقير، صار حقه ب10,000. يعني أنا بالشهر كله مش قادرة اشتري كيلين أنا وعائلتي، أو إذا الخبز غلي يعني شو بستفيد إذا عطيتني مصاري والأسعار عم تغلى؟ حتى إنه تعطيني مثلا، ما عم بيعطوا الدولة، ما عم تعطي العالم كمان مصاري. يعني العالم، نحن بدنا نلاقي شغل للعالم، بدنا نخلي الشركات تجي تستثمر، بدنا نخلي يصير في، يعني بدنا نركز على قطاع الاقتصاد كيف بدنا ننميه. بس تجي شركات تستثمر، تشغل يد عاملة، بيصير مع الناس مصاري، بيصيروا بيروحوا بيشتروا. استصدار الأوراق أو العملة النقدية الوطنية بيفوتنا بأزمة كبيرة قدام العملة الصعبة. بدي زيد شغلة جميلة اللي عم تقوليه كثير مهم، يلي هو تصغير حجم الدولة وتقليل من البيروقراطية اللي هي عم تشكل عبء أكثر. يعني نحن كل شيء عم نجرب نفوت فيه هي الدولة عم بتكون السبب الأساسي فيه. للأسف إذا نحن بدنا نرجع شوي لورا على لبنان الأربعينات والخمسينات، يعني هو كان واح على الاقتصاد، واح على الأعمال. مجرد نحن طلعنا من هيدي المرحلة، لبنان كان عم يجرب يجذب كل أموال المنطقة يلي هي بس كانت دول الجوار، يلي هي الدول أو الحكومات تبعهم عم تجرب تعمم كل الاقتصاد، هربوا الاقتصاديين وإجوا على لبنان. بس للأسف نحن بنرجع نعيد نفس
اللي صار بهذاك الوقت، يلي هي الدولة هلا مثل ما الدولة حطت ايدها على اخذت هودي اللونز او المصاريف وما عاد قدرت تدون للناس. فنحن وانا بدي التشجيع الفردي، تشجيع الاستثمارات، تشجيع المنافسه. يعني نحن هلا اليوم عندنا بور بيروت، بور طرابلس، بور بيسو، كلهم الدوله حاطه ايدها عليهم، ما عم يقدر يكون في منافسه فعليه لتشجيع الاستثمار بلبنان للاقتصاد الفردي. هي كمان نحن يعني للاسف تنحكي مزبوط، نحن قلنا اليوم باجتماعنا ما بدنا نحكي سياسي، بس مين حطت ايده؟ مين هيدي الدوله اللي حاطه ايدها على البور؟ جماعات سياسيه حاطين ايديهم على البور. ليه؟ بدنا السياسه تخف شوي، تشتغل سياسه وتسمح لنا شوي اقتصاد، يعني تسمح هيدا البلد ينمى شوي، يشغلوا لنا المرافق بطريقه مزبوطه بشكل صحيح، والبلد كتير رح ينمى، عمال كتير بحاجة قاعدة هلأ بلا شغل، بحاجة كتير لشغل، خصوصا هلأ بعد ما انضرب مرفق بيروت جراء الانفجار. ماشي كتير. دكتور مازن بتحب تعقب على اللي سمعناه لحديت هلأ؟ انت ميوت بعدك دكتور. الحقيقة هو يعني الكلام اللي حكوه الزملاء كلام سليم 100% وعلى الهدف. يعني خلينا نرجع خطوة لورا. من أيمتى لبنان عنده مشكلة أمن غذائي؟ الحقيقة يعني يمكن الشيء اللي بنسمعه بتاريخنا هو أيام سفر برلك، أيام الحرب العالمية الأولى، صار في نوع من الشح بالغذاء بالمنطقة كلها. أما منطقتنا بشكل عام هي منطقة خيرات ومنطقة أراضي زراعية، وخاصة بالنسبة لأعداد الناس. فمثل ما تفضلوا قالوا المشكلة هي بالأساس مشكلة قدرة شرائية، ومشكلة القدرة الشرائية بلشنا نشعر فيها بشكل كبير هي بعد سقوط الليرة. وسقوط الليرة اللبنانية هو نتيجة سياسات يعني يتم صنعها على مدى أو تم صنعها على مدى حد أدنى 3 عقود. وشو السبب إنه الحكومة اليوم عم تضطر تطبع ليرات وتطرح بالسوق وتزيد الطين بلة مثل ما بيقولوا المثل، تزيد الأزمة أزمات؟ هي لأنه عليها التزامات، والتزاماتها أكثر من مواردها. هلأ إذا منطلع على التزامات الدولة، إذا اقتصر دور الحكومة على النشاطات اللي هي يعني الحد الأدنى المقبول والمطلوب منها اللي هو الأمن الخارجي والأمن الداخلي والقضاء، أما غير كل شيء نشاطات أخرى هي نشاطات دخيلة على دور الحكومة أو أي حكومة مش بس الحكومة اللبنانية. فإذا منطلع على إنه لو قامت الدولة بنشاطاتها الخاصة فيها، احتياجاتها للإنفاق تبقى احتياجات صغيرة مهما عظمت. إنما دخول الدولة بمجالات خارج إطار اختصاصها واحتكارها لكثير من القطاعات وحرمان الناس من العمل فيها، وهي اللي أدت لأنه يصير العبء عليها كبير. وكلنا بنعرف أنه أي مؤسسة حكومية سواء كانت إنتاجية أو إدارية بشكل عام هي مترهلة، وهي عرضة لتجاذبات سياسية ولمصالح خاصة و. بينما لو كانت شركة خاصة، الشركة الخاصة يعنيها أدائها المالي السليم، لأن الشركة يملكها أصحاب، وهؤلاء الأصحاب يحاسبون المدراء والعاملون فيها على أدائهم، بينما الدولة المال العام لا صاحب له. فلذلك نرى بعض المؤسسات الحكومية والشركات الحكومية أسست وألغي دورها، يعني مثل سكة الحديد بلبنان. مين منا بيركب قطار بلبنان؟ بس المؤسسة موجودة، في موظفين عم ياخذوا رواتب، عم يجوا على الدوام، يغيبوا شموس ويقبضوا فلوس،
وشكله عبء على الخزينة. وعلى هذا المنوال عدد هائل من المؤسسات التي تشكل عبء الحكومة، مما يجبر الحكومة على أنه تدور على مصادر تمويل لم تجدها، فاستسهلت الاستدانة، وبعد ذلك استسهلت الحقيقة السرقة عندما لا أعطي العالم أموال التي جاهدوا للحصول عليها ووضعوها في البنوك عاملين بواثقين بمصداقية البنوك والدولة والحكومة. يعني هي لا أستطيع أن أسميها إلا سرقة، فاضطرت الحكومة أن تسرق مع الأسف. وبعد ذلك ناو هلأ حاليا بموضوع طبع العملة، كل ما يطبعوا عملة ويطرحوها في الأسواق يسرقون من أموال الجميع التي في جيوبهم والتي في حساباتهم المصرفية بالتضخم. ف يعني هالدوامة هي يجب وجود نهاية لها. هلا شو النهاية لها؟ يعني هي هالدوامة واحدة من إشكالياتها الأزمة الغذائية، يعني قدرة الناس على يعني شراء المواد الغذائية. فالحل شو هو؟ الحل يبدأ بتصغير حجم الحكومة، يعني منخفف عبء على الحكومة، على الوظائف الحكومية، على الرواتب، كتلة الرواتب، ومنخصخص قطاعات، وكلمة خصخصة لها تاريخ أسود في منطقتنا لأنها لا تتم بشفافية. فالمشكلة ليست بالخصخصة، المشكلة هي في عدم الشفافية في الخصخصة. فيجب أن يصبح أو نقوم بخصخصة شفافة، نقوم بتحرير بعض القطاعات المحتكرة من قبل الحكومة مثل الطيران والاتصالات وفتح المنافسة. وبالتالي مثلا ما هو ضرر قطاع الطيران، احتكار الطيران؟ وهنا أريد أن أنوه، الاحتكار سواء كان حكومي أو خاص أضراره على المجتمع ذاتها. الشركة إن كانت خاصة أو عامة تترهل عندما لا يكون لها منافسين وترفع أسعارها وتعمل بشكل غير كفء بدون efficiency يعني. فلذلك نرى بطاقات الطائرة للبنان ومن لبنان أعلى من كثير من البلدان وخاصة المحيطة بلبنان المنافسة له سياحيا. يستطيع شخص بكلفة يومين سياحة في لبنان أن يقضي أسبوع كامل في تركيا بنفس الأموال. فلذلك بدل أن نرى سواح أتراك في لبنان نرى سواح لبنانيون في تركيا وعلى هذا المنوال. فهناك العديد من الأمور التي يجب إصلاحها في الاقتصاد اللبناني. وهنا أخيراً أريد أن أنوه إلى أن تاريخ لبنان وما جعل لبنان بين معترضتين سويسرا الشرق هو الحرية الاقتصادية. عندما لم يكون العالم أو معظم دول العالم حرة اقتصادياً كان لبنان جنة الحرية الاقتصادية، هو وهونغ كونغ حتى قبل سنغافورة. فمن المؤسف أن نرى لبنان تحول إلى دولة رعاية مع الوقت ودولة أجهزة حكومية مترهلة وحكومات عاجزة. تفضل. بس لك إنه في معنا صار كتير كومنتس عم بيجونا أسئلة على الكومنتس، فحابب نقطع فيهم ونرجع لك إذا ممكن. كلمة أخيرة. حابب لأنه نشارك. تفضل. كلمة أخيرة بس لألخص ما قلته. المشكلة في لبنان هي مشكلة إنتاج بكفاءة عالية وليست إنتاج زراعي. إن صدرنا خدمات إعلانية فهذا يأتي لنا بالدولارات وبالقطع الأجنبي وباستطاعتنا أن نشتري غذاء وغير الغذاء. وهكذا كان لبنان على مدى إن صدرنا أي خدمات، فندقة أو إطعام أو رقص أو غناء أو كل شيء له قيمة اقتصادية حتى لو كان علكة.
إذا الناس يقدمون على شرائها فنحن وضعنا جيد. شكرا. شكرا لك دكتور. في عندنا أول سؤال حأطرحه، ما بعرف إذا هو إجا أول سؤال بس عندي كتير أسئلة هون، فأول سؤال حأطرحه وحسمي مين يجاوب. أوكي، هل سياسة الدعم كانت سياسة صائبة بالمطلق إذا استثنينا جشع بعض التجار وعمليات التهريب؟ ولو القضاء والقوى الأمنية لعبوا دورهم مضبوط، ممكن نتفادى كنا استغلال الدعم وتهريب المواد؟ محمد بتحب تجاوب على هذا السؤال؟ أكيد. سؤال كتير مهم، لأنه الدعم تجي أول خطوة من الناس اللي هني بيسألوا الدولة لتدعمهم. أول شيء الدولة هي ما استعملت مصرياتها. لو الدولة كانت عم تاخد ضريبة بشكل مفهوم، بشكل واضح، بشكل منه استنسابي، واستعملت هيدي المصاري لتدعم، بيكون موضوع تاني. ولكن مشكلتنا مع الدولة انه اجت اليوم ما استعملت احتياط خاص فيها، اجت استعملت اموال المودعين يلي مثل ما تفضل الدكتور مازن، من جهدهم وتعبهم يلي اشتغلوا فيه بالعقود الماضية وجمعوه بالبنك، لاجت الدولة وحطت ايدها علي واستعملته. فهذا اول سبب. قبل ما تعطي الدولة دعم ان كان من اموال المودعين يلي هو مرفوض، اذا كان بدها تعطي من اموال ضرائب او من اموال هي جنتها من استثمارات ان كانت بلبنان او بخارج لبنان، الى الحق تستعمل. ولكن قبل ما تطبق هيك مشروع لازم تكون متاكده انه ما في حدود مشرعه، وعلى عينك يا تاجر عم تطلع البضاعه، ان كانت عبر المرافق يلي هن عم تستعملها لحط ايد عليها الدوله، ان كان من البور او ان كان من المطار او من الحدود البريه. القصة منا من شجع طمع التجار، بس يكون في منافسة بالسوق. بس انت بتفتح المنافسة بصير فينا نجيب بضاعة من برا. مثلا بعطيكم مثلا، اليوم نحن فينا نستورد بطاطا من مصر، هي بتكون اخف انتاج علينا من لبنان. يعني قيود الدولة على الاستيراد والتصدير هي حطت او ساهمت من هودي التجار انه يحتكروا بعض البضائع لشكلة الدولة انه هي بدها تدعمها لا تقدر تنباع من خلال بقلب السوق. واهم شيء لنحن نقدر كمان نخفف لهيدا الدعم هو ايقاف طبع الليره اللبنانيه. طبع الليره بشكل عشوائي هو من اهم الاسباب يلي عم يرجع يدفع الدوله انها تعطي دعم. عم تاخذهم من مال وتحطهم بمال، عم بيأدي هالشيء لشيء كثير سلبي بالاقتصاد. ميرسي كثير، شكرا. هيدا السؤال كنت لازم اقول من ساله على الفيسبوك، حسان هاشم، ميرسي كثير لسؤالك. بطلب من الكل بليز اسالونا لاسئله، بس اذا ممكن نبعد عن كل شيء اسئله سياسيه بحته، لانه حنحاول نكون الطرح اكثر من الناحيه الاقتصاديه عن انه ناخذ اللقاء لحوار سياسي ومع هيدا الشخص ضد هيدا الشخص. بنفضل نعطي يعني الشباب اللي معنا هون بيحكوا عن آرائهم الشخصية، ما في مشكل، بس ما بنحب نحكي على ناس مش موجودين هون حتى يقدروا يجاوبونا. ففي بعض الأسئلة مش حأطرحها لهذا السبب. أوكي. طيب السؤال الثاني مروة حأسألك إياه لإليك. من ويليام الدويهي، بس بعطي الحديث لمروان، دكتور مروان، إلى دكتور مازن إذا بتحب تعلق على اللي قاله محمد. بالنسبة للدعم، بسمع كتير ناس بيدافعوا عن سياسات الدعم وبيعتقدوا أنه إذا ما عملنا دعم للسلع الفقير بيموت من جوعه. هون أنا بريد نوه لنقطة كتير 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 جوهرية وكتير مهمة. دعم الفقير شيء ودعم السعر شيء تاني مختلف كليا وليس له علاقة نهائيا. دعم سعر السلع، هلأ إذا دعمنا سعر السلع شو بيصير؟ وهذا الشيء اللي عم تشكوا منه كتار. أول شغلة بيزيد الهدر، وتبدعم على سعر البنزين، الناس ممكن تترك سيارتها شغالة مشان المكيف يضل عم يبرد السيارة، ويروحوا يتعشوا ويرجعوا للسيارة، يروحوا مشاوير غير ضرورية. ليه؟ لأنه البنزين رخيص. واحد. اثنين، بتم تهريبه، ودائما بدنا نحط أجهزة رقابية وبالتالي نشجعها على الفساد لحتى نلاحق هالشيء هذا. الشغلة الأخطر من هيك شو هي؟ هي إنه الدعم عادة
بيفيد الأغنياء أضعاف ما بيفيد الفقراء. وقت اللي أنا بدعم البنزين، هناك أغنياء لديهم سيارات 8 سلندر و12 سلندر و6 سلندر ومحركات كبيرة 4000 سي سي و6000 سي سي، هذا بيستهلك بنزين قد الفقير ب 30 مرة. فأنا وقت بدعم سعر البنزين، أغلب الفلوس اللي رايحة من الخزينة لدعم البنزين رايحة للأغنياء وليس للفقراء. قدام من الفقراء عندهم سيارات مهمة أو عندهم سيارات بالأساس. نفس الشيء بينطبق على كل شيء سلع تاني. إذا أنا بدي أدعم الفقير وقلبي على الفقير، بعطي الفقير مصاري وبقول له اشتري مثلك مثل الأغنياء، بتفوت على المحل بتفوت أمير بتطلع ملك. ما بيجي بعطيك أنا سلعة يا متدنية الجودة وبسعر وبطريقة كتير مذلة لأنه ياخدها. الأفضل لا، أنا ممكن أني أعمل له كيوبون إذا أنا ردت، هذا قرار اجتماعي بنحط له ميزانية. وهناك في اختلافات من هو الفقير وكيف نعرفه، هذا موضوع آخر. بس نحن عم نحكي سياسة الدعم كمبدأ هي سياسة خاطئة. بعدين في نقطة أخيرة إلى موضوع الدعم، وهي كمان نقطة جوهرية، إنه تخفيض الأسعار بشكل مصطنع تقتل حافز إنتاج هذه السلعة. يعني إذا سلعة أنا اليوم كلفتها 10 دولار الكيلو، يعني مثال، وقت الحكومة بتاخدها وبتبيعها ب 3 دولار، أي مزارع أو أي منتج سواء كانت سلعة صناعية أو سلعة زراعية أو حتى سلعة خدمية، قتلت حافز الإنتاج وقتلت حافز حتى استيرادة من الخارج، لأنه أنت بتشتريها بعشرة وتبيعها بثلاثة. فلذلك سياسة الدعم بالمبدأ من كل جوانبها فيها كل الضرر ولا فيها أي فائدة. إذا ردنا ندعم الفقير خلينا ندعم الفقير بشكل مباشر، مو ندعم أسعار السلع ويتم الهدر والتهريب والفساد وقتل الرغبة بالإنتاج. شكرا. بس كتير دكتور مازن، الفكرة كتير هون واضحة براسي وبراسك دكتور، وهي تماماً إنه نحنا ما فينا نتكل على عدم جشع البشر بطبيعتهم البشر. إذا في ربح هيعملوا الشيء اللي بيربحهم، فأفضل تعطي الفقير المصاري حتى يروح يشتري سلعة بسعرها الطبيعي من إنك تخفف سعر السلعة حتى الزلمة اللي أنت عم تدعم، يعني التاجر اللي عم يحصل على سلعة بسعر صغير أقل من سعرها بالدول المجاورة بيحاول كل شيء بيقدر يعمله حتى يوصلها للدولة المجاورة ويبيعها هنيك ويربح أكثر. ميرسي كتير، الفكرة كتير كتير مهمة. فإذا هلا حأسأل السؤال يلي طرحه ويليام دوهية، ميرسي كتير ويليام، سوري عم نتأخر على الشباب، في كتير أسئلة هون، وبس وإذا ممكن مروا بشكل مقتضب، كيف يبنى الاقتصاد وما في ثقة واستقرار؟ أول شيء مفروض نحن نفصل بين السياسة والاقتصاد، ما فينا بقى نخليهم مع بعضهم، لأنه كل ما إذا بدلوا موصلين مع بعضهم ما حيكون في عنا شيء. نحن مفروض نفصل السياسة عن الاقتصاد لنقدر نجذب المستثمرين الجداد على لبنان، تنقدر نبلش نحل بأزمتنا، تنبلش ننتج المواد من عنا. بس إذا بتسمح لي أستاذ شربل، بس تعقيباً على سؤال ويليام واللي قالته مروة، أنا بشوف أنه السياسة والاقتصاد ما بينفصل عن بعض. يعني هو الاقتصاد وأي شيء بلبنان بالبلد بيتأثر بسياسة البلد. لما بتكون السياسة سيئة، لما بيطلع في انفجار بالمرفأ، لما بيكون في عنا كوارث، ما حدا حيجي يستثمر عنا. لما عم بيشوفوا المولات عم بتأفلس وتسكر، مين بقى بده يجي يستثمر؟ الاقتصاد مرتبط جدا ارتباط وثيق بالسياسة وبيتعلق بالسياسة. هلا من ناحية تانية، نحنا علينا نطالب بتحرير الاقتصاد. مدى ما يصير نظام تحرير للاقتصاد، هون أكتر بيكون في استقرار وبيكون في ثقة
ما بقى في فيهم السياسيين يتدخلوا أو يعملوا احتكارات لما بيكون عنا اقتصاد محرر، وهذا هون الحل. لما أنا قلت تحرير الاقتصاد يعني ما خص بقى الثقة والاستقرار السياسي، هيدا هون بقى بينفصلوا عن بعض، وبصير في عنا الشركة هي الشركات، بيصير في عنا تنافس بين الشركات، ببطل في احتكارات للدولة. وكمان قلنا عطينا اكزامبل المرفأ، انه هلأ تضرر مرفأ بيروت سبب الانفجار، ما شفنا في اعمال بمرفأ طرابلس، ولا شغلوا يد عاملة زيادة، ولا يعني كله بايد السياسيين. فلما بيصير في تحرير للاقتصاد، لما بيصير الشركات انه هي منافسة، القطاعات تصير بإيد الشركات، لما منخفض ضرائب ورسوم بصير في أكتر ثقة بسياسة الاقتصاد، بعيداً عن احتكار السياسيين والدولة للقطاعات. كمان بدي إضافة لحكي الدكتور مازن، بدي أعطي كمان زيادة حل عن الحلول اللي عطاهن. حل من الحلول هو تخفيض أو إلغاء الحد الأدنى للأجور. شو رأيكم بهذا الحل؟ هيدا لأنه الدكتور مازن حكى عن كيف أنه الفقير بده يلجأ كيف أنه الفقير بده يصير معه مصاري أو بده يقدر يشتغل. لما بيكون عندي حد أدنى للأجور عالي ما بيقدر، اوكي عم شوف الكونكشن، لما بيكون عندي حد ادنى للاجور عالي، هون مثلا صاحب الشركه اللي بده يشغل عامل بيلجا انه يشغل العامل المتعلم بالحد الادنى للاجور العالي، على انه يشغل عامل غير متعلم. اما لما ما بيكون في عندي حد ادنى للاجور او حد الادنى للاجور منخفض، الإنسان تنقول المتعلم مش رح يقبل يشتغل بحد أدنى قليل للأجور، كرمال هيك الإنسان الغير متعلم أو اللي هو من الطبقة الفقيرة هون بيكون عنده تشانس إنه يتوظف بهيدي الشركة. ما بعرف رأيكم بالموضوع. ماشي، كتير الحكي اللي عم بتقوليه منطقي. حأعطي سؤال تاني لأحمد. عم بيجينا مثل ما قلت كتير أسئلة، فعم حاول أقراهن عن الفيسبوك. سؤال من أحمد رفاعي، سؤال لأحمد بستاني: يجب فتح الأصوات للمنافسة أن لا يكون الاستيراد محصورا ومحتكر لتنزل الأسعار، شو رأيك؟ والله عنا بلبنان نحن بنعرف مين اللي بيستورد. مثلا هلا في عنا شركتين ترابي، سبلين والسبع بشمال، سبلين لوليد باك وبشمال لسليمان بك فرنجي. فينا نعطينا مثل من ال من بال يعني اذا فيك تحدد مثلا امثله بالاكل بدل ما انا عم اعطي مثال، انه مثال اليوم وزاره الاقتصاد ووزاره الصناعه لأن في نكاية سياسية سمحوا باستيراد الإسمنت من برا، يعني السياسة هي المسيطرة. هلأ المواد الغذائية معروف مين بيستوردها بلبنان، لو فتحوا الاستيراد من برا صار في منافسة بالعرض بالأسواق لتصريف الإنتاج، بتنزل أسعار السلع بيستفيد منها المواطن بشكل عام. فلما بيفتحوا الأسواق وبيحروا الأسواق من الضرائب ومن الدفع والنفقات وهذه الأمور، أكيد رح تنزل الأسعار. مثلاً بيقول لك أنا بدي حدد سعر السلعة هون بلبنان بهالقد، طيب وممنوع تستورد من برا، ما هيك الإنسان المواطن العادي ما رح يستفيد. افتح الأسواق، خلي صور في منافسة، لأنه هيك أنت عم تخدم بس الصناعيين أو فئة معينة. بدي أقول شيء بالنسبة لموضوع الدعم، وبدي أسألك سؤال بالنسبة لموضوع الدعم. إذا ألغوه مثل ما قالوا الأصدقاء هو صحيح، شو بيصير؟ بيعطوا مبلغ مادي للشعب الفقير أو للمحتاجين مثل ما بتعمل كندا وأستراليا وكذا عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، هذه المبالغ بتنعطوهم. هيك ما بقى يأكل الدعم الغريب القاعد بلبنان، ولا الغني ولا السياسة ولا التاجر ولا حدا.
هيك كمان يعني بتنحكي مثلا هذا اللي عم ياخذ من وزاره الشؤون الاجتماعيه ما في يشتغل براني بكثير من الاحيان، خاصه عنا بيعطوا تشيكات اجار ما في يصرفوا من البنك، هتكشفوا الدوله يعني بتكون مضبوطه الى حد ما اكثر من الدعم العام اللي عم يروح هادر. بدي اسالك سؤال، ما بيعتبرون الناس شعبوي او سؤال الشعب اللي عم يتداولوه كلياتهم حضرتك وحضرت الدكتور مازن، الدولار بلبنان الى اين والاقتصاد بلبنان الى اين؟ شو بده يصير بهذا الوضع اللي نحن ماشيين فيه بهذه السكه اللي ماشيين فيها بلبنان؟ الناس بتعتبر انه بتشكيل الحكومه رح يزبط الوضع، ما نفس رئيس الحكومه اللي بده يشكلها كان رئيس حكومي قبل مع نفس اللي بدهم يشاركوه الحكومه من الاحزاب وصارت الانهيارات. عشو الناس متامله؟ انا ما بعرف، خايف رئيس الحكومه يشكل حكومه وينهار الوضع بعهده، ناطر ليشوف وين رايحه الامور، وخايف يترك وحدا يشكل غيره ويجي دعم خارجي. السؤال اللي سالتكن اياه بتمنى منكن جواب، موضوع الدولار والاقتصاد الى اين حضرتكن خبراء الناس هيك تطمن شوي اذا في شيء بيطمن، مع العلم ما عندي ثقه انه في شيء بيطمن. ميرسي كثير كثير احمد. محمد فيني اسالك سؤال؟ السؤال اذا بكومنت من عبد الحسن الخطيب بس حاساله بشوي طريقه ثانيه. برايه عبد الحسن انه المال العام لا صاحب له، هو قالها بطريقه ثانيه، وانه الناس بتستسهل سرقه هي بتستسهل سرقه المال العام. شو رايك بهذا الطرح يلي بيخلينا نعرف شو هي اساس المشكله بلبنان؟ شو رايك محمد؟ لك انت ميوتد، بليز ان ميوت. انا بوافق بهذا الموضوع انه المال العام هو مال سايب، مثل ما نحن بنقول بشكل عام، لانه عم بينصرف بطريقه منا بمحلها ابدا. المال العام هو اخذ من ناس هن تعبوا ارهقوا ليطلعوا هودي المصاري ليقدروا يكبروا استثماراتهم، ومع تدخل الدوله انها لا تاخذ جزء من هيدي الاموال وتعطيها لجزء لا يستحق، فينا نقول عنه جزء كبير هذا شيء سرقه. رح اخذ مثل كثير صغير بس كثير مهم للدول الاسكندنافيه، لانه نحن دائما بناخذها كشعار شيء كثير مهم، تدخل الدوله قديش بيساعد الفقراء. هيدي الدول الاسكندنافيه بلشت تغير من سياسات الدعم من خلال الضرائب اللي هي بتعتبر شبه انه اسواق منفتحه، ولكن زادت من خمول الناس بهيديك الدول، خاصه من بعد ما بلشنا نشوف نسب كبيره من اللاجئين عم بتروح لهيديك الدول عم تعتمد على اموال الدوله. هيدي شكلت غضب من الناس اللي هن عم يشتغلوا ويحطوا مصريين، وبتقوم الدوله بتاخذها من محل وتعطيها للناس اللي ما بيستحقوها، عندما ما بدهم يكونوا ما بدهم يكون عندهم استثمارات او ما بدهم يكون عندهم شغل بقلب الاقتصاد. فهو كل ما نحن خففنا من تدخل الدوله بالاقتصاد واخذ اموال ما هي تعبان دولي ولا استثمار، يعتبر مثل ما نحن بنقول بالعربي هو مثل المال الحرام مثل المال السايب. ميرسي كثير. واو، ما بعرف من وين اجى الصوت قوي كثير. السؤال الثاني اللي حاساله وبليز مين بحب يجاوب عليه، عم بيقول بيكفي نراقب الاراضي المزروعه عند الحدود مع بالجنوب واراضينا بور، الممولون موجودون بالبلد ومن ظهر الشعب. الممولون او الممولون ما بعرف. فاذا بيكفي نراقب الاراضي المزروعه عند الحدود مع المحتل واراضينا بور، ومش عايزين تمويل نحن من الخارج، بكفي استرداد الأموال المنهوبة. مين بيحب يحكي؟ أنا جاوب. أنا شيء تفضلي. نحن عنا بلبنان نحن مش بس مشكلة زراعة، نحن عنا مشكلة ما عنا المواد الأولية لنصنع، يعني نحن ما فينا بس نعيش على الزراعة، يعني
يعني حتى لو استصلحنا الأراضي وزرعناهم، بس نحن عندنا مشكلة، ما فينا بس نعيش على الزراعة. يعني في مواد أساسية بالحياة نحن بنستوردها من برا لأنه لبنان ما بيقدر يصنعها. وحتى المواد، يعني لو انزرعت الأراضي الموجودة بلبنان ما بتكفي الحاجيات. اوكي، انا اذا انت بدي برايك السؤال. لحظه هون بس ارجع ركز السؤال. فالسؤال هو تقريبا بمنحى انه نحن ليه ما بنطلع على اراضي المحتل الاسرائيليه بالجنوب اللي هي مزروعه وارض نابور. جوابك انت مروه عم بتقولي انه نحن ما بيكفي انه نروح نزرع، لا مش حيكفينا ناكل، مضطرين نشتغل شغله بتجيب لنا مصاري بالعمليات الصعبه اكثر مما اراضينا بلبنان تسمح لنا نزرع ونطلع اكل. وقت بنجيب المصاري بنقدر نروح نشتري الاكل اللي بدنا اياه، نحن ما حدا عامل علينا حصار. هيدي هي الفكره اللي مروه هذه هي الفكرة. لأن حتى الزراعة بلبنان لأنت تزرع بدك مواد كيماوية، وهيدا الشيء أنت بتجيبه من برات لبنان كلفته بالدولار. فنحن مضبوط. ما عندنا أول شيء رأس المال تنقدر نحن نستورد هيدي المواد. خليني السؤال كان من رزق الله أبو جودي، بس حبيت تقول اسمه لأنه ما قلت اسمه قبل شوي. دكتور تفضل. أولاً لبنان في إنتاج زراعي وفي إنتاج زراعي جيد، والإنتاج الزراعي يتناسب مع واقع السوق. هلأ في ناس بيطلبوا إنه لازم الحكومة تدعم ولازم الحكومة تعمل، الحكومة هي تطلع من الطريق ونحن بألف خير من الله. هن يلغوا الجمارك ويلغوا القيود على الأسمدة وعلى الأدوية الزراعية، هذا لحاله دعم. يعني بنفس الوقت الزراعات اللي بتناسب لبنان يعني بشكل عام، ما في غير سهل البقاع اللي هو سهل الأفقي. بشكل عام هو بلد جبلي مثل اليابان إذا جاز التعبير طبعا. ففي زراعات تصلح للطبيعة الجبلية اللبنانية، مثل زراعة التفاح، مثل زراعة الكرز، مثل زراعة الفريز، مثل في زراعات بتناسب، وفي زراعات اليوم القيمة المضافة فيها عالية. فنحن ممكن نتعلم كثير من الجار المحتل، زراعات الأفوكادو، زراعات ذات التقنية العالية والقيمة المضافة العالية اللي بتستهلك مي قليلة. هذا الشيء بيحدده اقتصاد السوق المفتوح، ما بيحدده قرار وزير. فكل صاحب أرض وقت اللي بيتقدم له شغلات تعطيه جدوى اقتصادية أكثر، يعني إذا بيربح بالأفوكادو أكثر من البطاطا ما حيزرع بطاطا. يعني ما في داعي نعلم حزانة البكي، هو لحاله بيعرف. بس نحن والشركات اللي بتبيع البدار وتبيع التكنولوجي هي شغلتها تبيع هدول المزارعين. فنحن المطلوب منا أو اللي لازم نطالب فيه هو تحرير الاقتصاد بشكل عام. و يعني كلمة تحرير الاقتصاد حتى ما نحكيها كلمة عامة مثل ما تقول إزالة الفساد، يعني خلينا نوضحها إنه إلغاء البيروقراطية لحدود الدنيا، ما إلغاء تخفيفة لحدود الدنيا. إذا قدرنا نخفف البيروقراطية لحدود الدنيا، وإذا قدرنا نقلص المعوقات بوجه الأدوات الإنتاج، لحاله الإنتاج بيطلع للسماوات. ونحن ما بالضروره ننتج كل شيء نحن نستهلكه. هذا اللي عم نقول الاكتفاء الذاتي هو شعار فاشل، ومن يرفعه لا يعرف شيء عن الاقتصاد. فنحن ماشي كثير دكتور، يعني منطالب وبنحرر الاقتصاد، منبسط الامور على المنتجين. الواقع الانتاجي بيختلف كثير، وسنغافورة هي احد الامثله اللي ذكرتوها انتم. شكرا. ميرسي كتير دكتور. بس لكم كومنت كتير حبيته من محمد صالحة، عم بيقلنا انه طلع توني كتورة لايف هلأ، لازم نغير وقتنا. فبدي احب له انه يلي بده يحسن وضع لبنان ما بعتقد حيكون عم بيتسمع على توني هلأ، بيكون عم بيتسمع علينا. بعد بتمنى يكون الحديث مش ممل وما نكون بعتنا الناس كلها يتسمعوا على
على طوني. على كل حال ميرسي كثير محمد صالحة، ضحكني كثير الكومنت تبعك. ميرسي كثير كمان لجارو عم بيحكينا عن جشع التجاري اللي هو حافز بيخلي التاجر يروح يبرم على افضل منتج باقل ثمن حتى الناس تجي وتشتريه، اللي هو شيء يعني طبيعي عند كل الناس. اذا بدك تغير اذا بدك تغير طبيعه الناس مش حتوصل لمحل. كثير الكومنت، سوري عم بقرا كثير الكومنتات بسرعه لانه عم اقرا الكومنتات كثير بسرعه، لانه صرنا اكثر من ساعه برا وبلش شوي بعتقد الناس تمال. حاسال سؤال اخير وبعده بخلص. فاذا حدا كان عم بيسالنا ريتا شمالي انه الدانو ب 76,000، الله يعين العيال اللي مدخولها واطي او دون مدخول، حتى عم بتقول بدون مدخول شهري. بعتقد الجواب اللي عطيته جميله، اللي هي نفتح القطاعات لشكل انه العالم تقدر يكون عندها مدخول شهري وتكون عندها شغل، بجاوب على هذا السؤال. بعد في كثير كثير اسئله بالكومنت. دكتور مازن علق كمان على هذا الموضوع، انه بالمجتمع اللي بيقدر الناس تشتغل فيه بيصير في بادجت، بنحط بادجت بالحكومه لمساعده العيال الفقيره عبر عطي هيدي العيال مساعدات ماليه. يعني انا بقرر انه هودي الناس ما بيقدروا يقبضوا لانه شغلهم توقف لاي سبب ما، بعطيهم كاش لالهم هم بيروحوا بيشتروا الاشياء اللي عايزينها. مثير كثير على سؤالك ريتا. بعتقد انه لازم يحكي شيء. تفضل. الدولة دعمت البقر من فترة قريبة منشان انتاج الحليب. سؤال، مين راح يشتري او ياخذ هذا البقر المدعوم؟ تعرف انت شركة المراعي ولا غيره او اي شركة او اي مؤسسة كبيرة عندها عدد كبير من الابقار هياخذوا هذا الدعم، صح؟ لانه قليل من في بلبنان بقى يربي بقر، هيك عم يروح الدعم. شغلة ثانية بدي اقولها انا، بالنسبة ل بيقول لك سلعة غالية بالنسبة للزراعة، انه والله كيلو الكوسة مثلا ب 10,000، نحن منروح بندعم الكوسة، لا نحن ما بندعمه، نحن بنشوف عندنا أراضي كثير منها مزروعة، هي مسألة وقت، المزارع لحاله هيركض ويزرع كوسة لأنه غالي، لأن زراعة البندورة مثلا ما هتوفي معه، كانوا يدعسوها بالأرض ونشوف المزارعين كيف يعملوا بالإنتاج. أنا بدي أقترح شغلة بس هلا بيتهمونا بالعمالة الإسرائيلية إذا اقترحناها. بالنسبة للحدود المسكرة مع سوريا وهي خانقتنا ومسكرة من ناحية فلسطين المحتلة، أنا بقترح على السياسيين يحكوا مع الأمم المتحدة يضغطوا على الكيان الغاصب ناخذ ممر مثل الممر البولوني لنوصل على الخليج على السعودية والأردن، طالما بسوريا ما عم يخلونا نمرق، وبيكون ممر حيادة تقطع منه الآليات اللي محملة بالبضائع أو اللي جاي من الخليج لعنا، لانه اذا بدهم يساعدونا طبعا بتصريف الانتاج او بالاستيراد البري او حتى تنشيط تجاره الخدمات عبر المرفأ. اما غير هالحل ما بقى يزبط بلبنان، بيظل حصار على الحدود البريه من الشقيقه سوريا والعدو الاسرائيلي اللي مغتصب فلسطين. عرفت علي كيف؟ ويعطيك العافيه والله يسعد مسا الجميع. بس استاذ شربل انا بتعلق بشيء يمكن قبل ما ننهي اللايف، ما بعرف اذا هلا حضرتك بدك تنهيه، بس اول شيء بدي اتشكر كل اللي طرحوا اسئله وكل اللي كانوا معنا وعم بيتابعونا. بما انه عم تحضرونا يعني انتم مهتمين بوضع الامن الغذائي، أنا بشوف كان نهاية لهاللايف أو كلمتي الأخيرة بهاللايف إنه الحل هو بتحرير الاقتصاد، ولازم كلنا نطالب بتحرير الاقتصاد بلبنان. تحرير الاقتصاد بلبنان هو اللي بيمنع الاحتكارات، هو اللي بخفف من الواسطات السياسية ووضع إيد الدولة على القطاعات، هو اللي بيزيد الثقة،
ثقة للاستثمار بلبنان وبيجبلنا بيمولنا بالعملة الصعبة وبيجبلنا استثمارات أجنبية، وهو اللي بيأمن الاستقرار. لما بيكون في ثقة بيصير في استقرار. ومارسي، هذا آخر شيء أنا بحبه. مارسي كتير كتير كتير. نحن كنا مثل ما قلتي إنه حنخلص ساعة ماكسيموم، بس عنا بعض أسئلة كتير، حنحاول نجاوب على الأسئلة بالكومنتس. نكتبهم الأسئلة على الفيديو. مارسي كتير كتير لكل الناس اللي تابعونا واللي بعتوا الأسئلة تبعيتكم، اللي بعتوا أسئلتكم على على الفيسبوك. بليز ارجعوا تابعونا جمعة الجاي، حيكون عندنا حلقة ثانية. حأترك الختام لمازن، لدكتور مازن، بس بدي أسألك سؤال إجاني مش كومنت. الشخص اللي بعته ما عنده فيسبوك، عم بيسأل إذا كان في إذا كان في عندك قرار واحد وكنت بكرة أنت بالسلطة، شو هو القرار اللي بتاخده؟ وبعدين بترك لك أنك تخلص اللقاء. دكتور مازن أنت ميوتد هلأ. كلام إلي؟ إلك مسك الختام. ميرسي. أولاً قرار واحد صعب يعني حل أزمة بهالمستوى حتى أكون دقيق، إنما يعني الكلام اللي حكوه الشباب والصبايا كلام هو الحقيقة مثل ما حكينا على الهدف. برجع بقول حكوا بتحرير الاقتصاد، بس شو يعني تحرير الاقتصاد؟ تحرير الاقتصاد تقليص حجم الحكومة، هذا أساس. إخراج الحكومة من كل القطاعات اللي ما لها شغل فيها خارج إطار الأمن الخارجي والأمن الداخلي والقضاء. الحكومة ما لها علاقة لا بترين ولا تطير طيارة ولا تفتح مدرسة ولا تفتح، ما له شغل الحكومة. هذا شغلنا نحن الناس المواطنين. الحكومة ما بصير تنافسنا على عملنا، ومش بس بتنافسنا، بتنافسنا وبتخرب الشغل وبتلغي المنافسة، وبصير موظف الحكومة محمي من المنافسة وغير قابل لأنك تنهي له خدماته أو تعاقبه، أو متلقي الخدمة غير قادر على أنه يعاقب مقدم الخدمة. بينما بالاقتصاد الحر مقدم الخدمة اللي هو الزبون ممكن يروح لعند المنافس، وهي حكومة حكم الإعدام للبزنس، بيروح المنافس الزبون للمنافس. فهذا بيخلي كل بزنس، كل محل، كل مطعم، كل أوتيل، كل شركة طيران، كل شركة اتصالات تدفعنا لتخدم زبونها. فبالحقيقة حل أزمة الغذاء وكل الأزمات الثانية المعيشية يكمن في زيادة إنتاجنا كمجتمع. لا يجوز لمجتمع أو لشخص أن يستهلك أكثر مما ينتج، هي ما في يعني قاعدة طبيعية. وأنا أقول دائما أستخدم مثال، هل رأيتم عصفور يطير ويلم الحبوب والديدان ويضعها في عش عصفور آخر؟ لن تراه يفعل ذلك. إذا كان العصفور بهذا العقل الصغير يتصرف بمنطق وتعقل أكثر من بعض الناس، فالحقيقة يعني هذا يجعل فكر بعض هؤلاء الناس مدعاة للتساؤل. فخلاصة الكلام، نحن كمجتمع إن أردنا أن نرفع من مستوانا المعيشي يجب أن نزيد من قدرة من إنتاجيتنا وإنتاجنا. لكي يتم زيادة إنتاجنا يجب أن نعمل. موظف الحكومة بشكل عام إنتاجيته متدنية لأنه غير خاضع للمنافسة، وليس لأنه سيء أبداً. ما هو نفسه أحياناً ترى محاسب يعمل في الدولة في الصباح وفي المساء لدى محل تجاري إنتاجيته تختلف كلياً، بسبب أنه في الوظيفة الخاصة له منافسة، في الوظيفة الحكومية ليس له منافسة. فالمفتاح هو تصغير حجم الحكومة، تبسيط الإجراءات، وتبسيط الإجراءات يؤدي إلى تقلص الفساد إلى حقوق حدود الدنيا، وهذا الشيء سيرفع من إنتاجنا. وعندما ننتج أكثر سنتمكن من العيش الرغيد، وهكذا كنا نعيش بالخمسينات والستينات والسبعينات. كان مواطن لبناني مفتوح له العالم، ياخذ الابلاينسز من اي بلد ثانيه، من اي بلد بالعالم، ما له مضطر يتعامل مع مصنع واحد، وياخذ ماكولاته من
من كل حدب وصوب بأنسب الأسعار، لأن التجار يتنافسوا فيما بينهم. فالأساس تبسيط الإجراءات، تصغير الحكومة للتحفيز على الإنتاج. هذا هو بشكل مختصر اللي بيحل مشكلة الغذاء وجميع المشاكل الاقتصادية ذات علاقة بالمستوى المعيشي للأفراد. وإن شاء الله هيك الله يفرج عن بلدنا ويهدينا للصراط المستقيم، صراط الحرية الاقتصادية وحرية الفرد وحماية حقوقه جميعا. شكرا. مرسي كتير كتير ومرسي للكل. يلا باي. تصبحوا على خير. باي. تصبحوا على خير.